مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا من الاستوديو الصباحي المصاحب لمهرجان جائزة الملك عبد العزيز للإبل في موسمه الثالث. طبعا قبل ما نبدا مع محللين الكرام، خلونا نتعرف على مراسلينا لهذا اليوم. في البداية مع الأخ والزميل سلمان سليس. خلونا مساك الله بالخير اخوي سلمان، وصبحك الله بالخير. أصب عليك فراجة أنت والزملاء في الاستوديو وكذلك مشاهدينا الكرام خلف الشاشات. اليوم سنشهد عرض فئة الجل للون الشقح. طبعا راح تعرض 10 فرديات اليوم أمام اللجنة لتحكيمها التحكيم النهائي. اليوم سنشهد تفاصيل كثيرة، تنافس كبير جدا اليوم. خلوكم معنا وراح نعطيكم كل التفاصيل إن شاء الله. الصوت والصورة لك زميلي فراج. ألف شكر أخوي سلمان، كذلك مع الزميل عبد الله بن رفعان. وعبد الله صبحك الله بالخير. حياك الله زميلي فراج، وأحيي الزملاء المحللين في الاستوديو، كذلك أحييكم أنتم مشاهدينا الكرام من هنا من مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته الثالثة. أنا الآن فراج أتواجد أمام خيمة الملاك المشاركين اللي فردياتهم اليوم تعرض أمام لجنة التحكيم. خلوكم معنا مشاهدينا الكرام، ننقل لكم جميع ما يحدث في خيمة الملاك من تصاريح ومن إعلان منافساتهم. وعودة للزميل فراج في الاستديو. ألف شكر للزملاء سلمان وعبد الله بن رفعان، وخلونا نرحب بمحللينا لهذا اليوم. في البداية مع فهد قايل أبو علي، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والصباح الخير للسادة المشاهدين ولجميع من حضر في ميدان جائزة الملك عبد العزيز بتنظيم من نادي الإبل، ورحب بزملائي في الاستديو والله يحييكم. يا مرحبا. كذلك محللنا عايض الهاجري أبو سلطان، حياك الله معنا. أهلا وسهلا، الله يسعد صباحك وصباح أخواني المشاهدين. يا مرحبا وسهلا. كذلك محمد درناح أبو فهد، صبحك الله بالخير. يا مرحبا، يسعد صباحك وصباح الأخوة الحضور والأخوة المشاهدين. يا مرحبا والله ما شاء الله. مشاهدين الكرام، طبعا استعرضنا وياكم أسماء الفائزين في الحمر جل. طبعا في الأول في المركز الأول عايض بن رفعان القحطاني، الثاني عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي، الثالث عايض بن رفعان القحطاني، الرابع موسى بن عبد العزيز الموسى، الخامس عايض بن رفعان ابن عايض القحطاني. ألف مبروك لجميع الفائزين، وحظ أوفر اللي محالف الحظ، ونشوفهم إن شاء الله في مهرجانات قادمة بإذن الله. أبو علي، شفنا أسماء الفائزين في الحمر جل، كيف تشوف المنافسة؟ بداية نبارك لبن رفعان، والله يبارك له ما شاء الله تبارك الله، سيطر على شوط الدق من خلال نوفا واختها ما شاء الله في الأول والثاني. الأول والثاني الأسبوع اللي فات، كذلك الخامس هذا في الأول والثالث. أنا أتكلم عن الدق الأسبوع اللي فات، كان مسيطر على الحمر من ناحية المركز الأول والثاني من خلال البكرة نوفا واختها. اليوم أمس في شوط الجل سيطر على الأول والثالث والمركز الأخير، هذا يدل أن بن رفعان ما شاء الله في مرحلة متقدمة في مجال الحمر. كذلك مبارك للموسى وللراجحي وحتى اللي حضروا أمس في الميدان، والله أنهم كانت قوية. الجل كله في الحمر كان قوي أمس، كل اللي عرضوا أمام اللجنة قويين، لكن في النهاية حسمها بن رفعان والله يبارك له إن شاء الله. أبو بسلطان مرحبا، كيف تشوف المستويات الحلال في الحمر جل؟ والله المستويات قوية في جميع الأشواط، سواء الدق ولا الجل. وبارك للفائزين جميعهم في شوط الجل الحمر، أتمنى لهم التوفيق. ولا السنة هذه يختلف عن السنوات الماضية مستوى الحلال في جميع ألوانه، الفرديات اللي عرضت أمامنا نشيطة وقوية
هذا دليل على اهتمام الناس في الانتاج ويتمسكهم في الفرديات الطيبه، والله يوفقهم اجمعين. ابو فهد، والله ابارك للاخوه الفائزين صراحه، وانا الاول ودي بالامس فوزت العشره صراحه، لكن المسابقه تعرف المسابقه وانظمتها يعني الاعداد الى 5 اشخاص، لكن الاشخاص هذه اللي هي صفوه الحمر على مستوى الجزيره العربيه، معناه ما نشاهده الان شيء ثمين وشيء غالي، والاسماء اللي قدامنا تستاهل، وهنيهم وبارك لهم هذا الفوز. شوفنا يعني انا اشوف مستوى الحلال السنه هذه ابو فهد غير السنوات السابقه، في 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 قوه حلال بالذات احنا نشوف في الجل ولا في الدق وبعدين في نعم صحيح اتاحت الفرصه. هذا دليل، دليل على ايش يا ابو فهد؟ دليل على نجاح المهرجان. اداره المهرجان عندما عندما تتيح الفرصه للمشاركه لكبار الملاك باكثر من فرديه، الكثير يعني يمكن في ناس ضد الفكره دي، لكن فكره تعدد الفرديات اتاح لنا ان نشاهد اجمل الفرديات على مستوى الجزيره. يعني اذا حصرتها في انك ما تشارك الا بواحده معناته انت ظلمت فرديات لها حق انها تشارك في المهرجان، وهذا ما شاهدناه السنه دي، زخم المنافسه وارتفاع رتم الجمال في الحلال كله من اتاحه الفرصه وال نجاح. يعطيك العافيه ابو فهد. مشاهدينا الكرام، الزملاء ارسلوا لنا فرحه الفائز في الجل الحمر اللي هو مالك الابل عايض ابن رفعان القحطاني، وطبعا هذا التقرير ان شاء الله سوف يكون يوميا مع جميع الفائزين في هذا المهرجان. خلونا نشوف هالفرحه ونرجع لكم. شاركنا بالأميرة الحمد لله وخذت الأول، والعام الماضي ما أخذ الأول كذلك في الجل، هذا بتوفيق الله عز وجل. وهي بنت بعير الأمير سلطان بن محمد كبير وعليان، والحمد لله ما أخذها الأول عام، والسنة دي ما أخذ الأول. يعني الشيء الكثير، أول شيء السنة هذه أول سنة المهرجان أنه يسمح للمشارك أنه يشارك بالدق والجل مع تعداد العدد المشارك فيه سواء في الدق أو في الجيل. الحمد لله الأسبوع الماضي شاركنا في الدق بكرتين، الحمد لله خذنا الأول والثاني توفيق الله عز وجل. شاركنا اليوم مع أصحابنا وزملائنا في الجيل الحمد لله 3 انياق وكلهن فازن، وخذت لحتها الأول والثالث والخامس. كل يوم مهرجان الملك عبد العزيز ما يجي أحد إلا قوي، والفردي اسمه فردي، وزي ما تشوفون يعني عدد المسجلين وصل 60-80، في بعض الألوان وصل فوق 100 الفردي، والفردي هذا فردي على الجزيرة، فردي على أهل البلد كلهم، يعني اللي بيهاجى في ناكته فردي بيجيبها، والحلال كله قوي. لا والله عامل حساب كلهم منافسين، كلهم أقوياء، وكل حلال اللي جاء كله طيب، والفرز كان عدد الظاهر من الفرز فوق 40، و واللي تأهل 10، واللي فاز 5، مشارك شارك بال30 وبال50، لأن السنة هذه احنا نشارك دائما في 100 الحمد لله، أخذنا النسخة الأولى الأول والنسخة الثانية الأول الحمد الشكر في 100. السنة هذه ما فيها طبعا لون الحمر 100، وشاركنا في 30 وفي 50، كل زملائنا المسجلين كلهم جايين يبون جائزة الملك عبد العزيز وشرف السلام على خادم الحرمين الشريفين، وأكيد أن هذا ما يجي شيء بسهل. والله مستوى الحمر من ثبات المهرجان سواء الحمر أو الألوان الثانية، من بدأ المهرجان تحت تنظيم جائزة الملك عبد العزيز وتحت إشراف من القيادة العليا تغيرت بالعموم جميع الألوان، صار صراحة النادر ما له قيمة. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. شفنا أنا وياكم رصد فرحة الفائز عايض بن رفعان اللي فاز في الدق أول جل الحمر، وخلونا نشوف أنا وياكم مشاهدينا الكرام عن مسابقة الطبع. طبعا المرحلة الأولية تنطلق يوم الخميس 21 فبراير، طبعا 14 متسابق ومتأهل. المرحلة النهائية تنطلق الجمعة 22 فبراير بثمان متسابقين. طبعا ما نبغى الخوض فيها أبو علي على السريع. مسابقة الطبع مسابقة الطبع هو لغة التفاهم بين مالك ليبل وابله. طبعا نشكر نادي ليبل على هالمسابقة اللي تعبر عن خطرة أهل ليبل وتلبي احتياجاتهم. هذه الأسماء الأسماء المتأهلين طبعا بدون ما نذكرهم. سمو أبو علي مثل ما ذكرت لك هوية ليبل أو لغة التفاهم بينها وبين مالكها الطبع. إن شاء الله أن ندعو المشاهدين من خلال استوديو جائزة الملك عبد العزيز للحضور والاستمتاع، لأنها فيها متعة وفيها إثارة ولا تقل عن ما نشوفه من عروضات من ناحية المتعة والإثارة إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. أبو سلطان مرحبا. بالنسبة للطبع، الطبع أضافوه العام وشيء جميل، لأن كل شخص يعطيها النادي حقه من ناحية تخصصه، سواء الطبع أو الزين أو الهجين، أو هذا شيء طيب أنهم يضيفون هالشوط يستفيدون من أصحاب الليبل اللي ما عندهم زين ويمتازون في الطبع. طبع الليبل أبو فهد. والله الطبع يعكس الصورة الإيجابية عن الإبل ولغة التواصل بينها وبين مالكها. الإبل في هذا الشوط قد تثبت أنها ليست حيوان، أنها تفهم وأنها تقدر، ما باقي إلا أنها تتكلم مع المالك. فأنا أشاهد أشياء كثيرة من طريقة الطبع تخليني أحس أني أتعامل معها في لغة، أتعامل معها مع نياقي وأتعامل بالطريقة اللي أبيها، سواء أعرف أنها زعلانة أو أعرف أنها ما راضية علي بلغة التخاطب. وشوط مهم وأتمنى لهم التوفيق. اللهن. طيب والله مشاهدي الكرام، خلونا نشوف أسماء المشاركين لهذا اليوم في فردي الشقح جل. طبعا الأول بالبداية الأمير سلطان بن سعود بن محمد آل سعود، اثنين الأمير برضه الأمير سلطان بن سعود بن محمد، ثلاثة عوض بن دليم بن دغيم العتيبي، أربعة سعود بن قاعد بن براك الحارثي، خمسة سعود بن قاعد بن براك الحارثي، ستة محمد بن عليثة بن ثاري الغيثات، سبعة مقعد بن حميد بن فلاح الفيعي، ثمانية محمد بن فهد بن محمد الدوسري، تسعة ناصر بن فنيسان بن بداح السبيعي، عشرة ناصر بن فنيسان بن بداح السبيعي. كل التوفيق لجميع المتأهلين، والله يوفقهم إن شاء الله.
طبعا هذا دخول الفرديات جل الشقح، وكل التوفيق لجميع المشاركين في هذه الفئه. كيف تشوف مستوى الفرديات الشقح يا ابو بعلي؟ والله بدايه انا اهني كل من تاهل اليوم للعرض، وان شاء الله نشوف شوط قوي. لفت انتباهي امرين، الانتاج من خلال ابن فنيسان والنفيعي والغياثات والعتيبي، المشترى من خلال الامير سلطان وابن سعود، ومن خلال ايضا سعود بن قاعد الحارثي، تساوي الانتاج 5 اللي داخلين انتاج عندهم 5، واللي داخلين مشترى 5. اليوم بنشوف معركة بين الانتاج وبين المشترى، بين انجازات قديمة يمكن فيها من البل اللي مشاركة اليوم اثنتين. طيب. مشاركة العام وقبله زي. وفيه من دخل جديد. لا انت ابو علي، خلونا نستمتع اعزائي المشاهدين بالعرض، ونرجع لكم ان شاء الله بعد العرض. مجدكم مبني وحدة مثل حد الشباب، الفخر في مهرجان المؤسس للركاب، والشرف واضح لجمعات نشامة مغبا في مصافحة الملك صاحب المجد المحاب، عز يا رأس يشرف وفخر ما كبا، والمزايا الحنان منافس الجرد الرقاب، والنشامة كلوا حد من ما نحل على صعاب
الشمال حتى الدواب وجه بدعم الابل دبدب العز ودفاع يا ولي العهد دمشق ورياح من الشباب يا الاصل اللي على منهج اجداده وباع حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب ميدكم مبني وحده مثل حد الشباب الفخر في مهرجانه المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعان نشامة مغضى في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبع والمزايا الحان لم نافس الجرد الرقاب والنشامة كل واحد من الطلع يبع والبلال بل تنقر القمة وتشيل الزهاب الوفا مع هذك والهفا مع غضب شانها فوق السحا يبوه سليمان وسبا وفوقها شال النبي وابتدى الدين الصواب صابره في القضاء وتعيش والارض شهبا كان ربي حاطه معها على جالك تأب جلسة في جالها طبة وانفرق وبا طيبة واللي قناها بكل الجهد طاب كل ما يرفع عادة ترتفع به في نبا والله ان الملك في روسها لا العز ياس من يحبونه جنوب وشمال وتعرفها الأرض قبل إنا وخاوتها على ظهور الجمال الخخطام الجمال واحد يدين العباد وجمع اشتاتها وهدم صروح الضلال وتبعين الضلال وصخرنا يجمل الكرنفال ويعيد للبلد وهجها وصولتها سبحان من سخر الخلق حركاته لقد دعم سيدي في جهد ولا بمال إلين ما وصلت أهل البلد طموحاتها إلين ما وصلت أهل البلد طموحاتها بنى لها عاهل الدولة صروح طوال وأعلن على رؤوس الأشهاد انطلاق حتى تحقق على الوقع رغباتها حكومة روضت صعب وتخطت محال في خدمة أهدافها العليا وغاياتها حكومة روضت صعب وتخطت محال في خدمة أهدافها العليا وغاياتها واشرف عليها ولي العهد وفي الخصال زاد وجماهيرها واظهر محمد العزم رمز العز والاعتدال اللي شمخ بالبلاد وعز راياتها محمد العزم رمز العز والاعتدال اللي شمخ بالبلاد وعز راياتها عز وعز
عطاء يالله فعل ومقام ومقال استرخصا وكل غالي في خدماتها جوها هلا البلت سوق اللي زهاها الجلال ورها وعليها وزاد ومشترياتها جوها هلا البلت سوق اللي زهاها الجلال ورها وعليها وزاد ومشترياتها أرخى وعلى جائزة عبد العزيز تندب للبلا أصواتها في كل عيطة عريضة جنب هدلاس بالفرق تنبزين مفرعها وجمهاتها هذه حضارتنا لولا يوم إن الرجال مشالها للنجوم لا حضارتها لا العز ياس من يحبونه جنوب وشمال وتعرفها الأرض قبل إنا وخاوتها على ظهور الجمال الخخطام الجمال واحد يدين العباد وجمع اشتاتها وهدم صروح الضلال وتابعين الضلال وصخرنا جمل الكرنفال ويعيد للبلد وهجها وصولتها ويعيد للبلد وهجها وصولتها والفل من الحسن آية من آيات الجمال من ماضي أهل البلاد ومن ثقافتها اللي خلقها قرانها بالسماء والجبال شوارع رمال على جميع صعداتها واتجاهاتها ترى بها الركب من عبله ليابطن جال سبحان من ساخها والخلق حركاتها شهاد انطلاقاتها صفات الأحلام ما تثني عزوم الرجال حتى تحقق على الواقع رغباتها حكومة روضت صعب وتخطت محال في خدمة أهدافها العليا وغاياتها العهد وفي الخصال زاد وجماهيرها واظهر نجاحتها بمحمد العزم رمز العز والاعتدال اللي شمخ بالبلاد وعز راياتها بمحمد العزم رمز العز والاعتدال اللي شمخ بالبلاد وعز راياتها عز وعطاء يالله فعل ومقام ومقال استرخص كل غالي في خدماتها جوها هلا البلت سوق اللي زهاها الجلال ورها وعليها وزاد ومشترياتها جوها هلا البلت سوق اللي زهاها الجلال ورها وعليها وزاد ومشترياتها أرخى وعلى جائزة عبد العزيز الريال جت التنافس وتندب للبلا أصواتها في كل عيطة عريضة جنب هدلاس بالفرق تنبزين مفرعها وجمهاتها
للعز ياس من يحبونه جنوب وشمال وتعرفها الأرض قبل إنا وخاوتها على ظهور الجمال الخخطام الجمال واحد يدين العباد وجمع اشتاتها وهدم صروح الضلال وتبعين الضلال وصخرنا يجمل الكرنفال ويعيد للبلد وهجها وصولتها ويعيد للبلد وهجها وصولتها والفل من الحسن آية من آيات الجمال من ماضي أهل البلاد ومن ثقافتها اللي خلقها قرانها بالسماء شوارع رمال على جميع صعداتها واتجاهاتها سرابها الركب من عبله ليابطن جال سبحان من ساخا والخلق حركاتها شهد انطلاقاتها صفات الأحلام ما تثني عزوم الرجال حتى تحقق على الوقع رغباتها حكومة روضت صعب وتخطت محال في خدمة أهدافها العليا وغاياتها محمد العزم رمز العز والاعتدال اللي شمخ بالبلاد وعز راياتها محمد العزم رمز العز والاعتدال اللي شمخ بالبلاد وعز راياتها عز وعطاء يا الله فعل ومقام ومقال استرخص وكل غالي في خدماتها جوهها للبلد سوق اللي العزيز الريال جت التنافس وتندب للبلا أصواتها في كل عيطن عريضة جنبها دلاس بالفرق تنبزن مفرعها وجمهاتها هذه حضارتنا لولا يوم إن الرجال مشالها للنجوم لا حضارتها للعز ياس من يحبونه جنوب وشمال وتعرفها الأرض قبل إنا وخاوتها على ظهور الجمال الخخطام الجمال واحد يدين العباد وجمع اشتاتها وهدم صروح الضلال وتبعين الضلال وصخرنا عاتتها الأرض
اسمه على الكرنفال يجمل الكرنفال ويعيد للبلد وهجها وصالتها سبحان من سخر الخلق حركاته تحقق على الوقع رغباتها حكومة روضت صعب وتخطت محال في خدمة أهدافها العليا وغاياتها حكومة روضت صعب وتخطت محال في خدمة أهدافها العليا وغاياتها واشرف عليها ولي العهد وفي الخصال زاد وجماهيرها واظهر نجاح بمحمد العزم رمز العز والاعتدال اللي شمخ بالبلاد وعز راياتها بمحمد العزم رمز العز والاعتدال اللي شمخ بالبلاد وعز راياتها عز وعطاء يالله فعل ومقام ومقال استرخص وكل غالي في خدماتها جوهاها للبلت سوق اللي في كل عيطا عريضة جنب هدلاس بالفرق تنبزين مفرعها وجمهاتها هذه حضارتنا لولا يوم ان الرجال مشالها للنجوم لا حضارتها لا العز ياس من يحبونه جنوب وشمال وتعرفها الأرض قبلنا وخاوتها على ظهور الجمال الخخطام الجمال واحد يدين العباد وجمع اشتاتها وهدم صروح الضلال وتابعين الضلال وصخرنا ويعيد للبلد وهجها وصالتها ويعيد للبلد وهجها وصالتها والف المنال حسن آية من آيات الجمال من ماضي أهل البلاد ومن ثقافتها اللي خلقها قرانها بالسماء والجبال وجمل تفاصيلها سيارة الناس يوم
الكيان سبحان من سخر الخلق حركاته تحقق على الوقع رغباتها حكومة روضت صعب وتخطت محال في خدمة أهدافها العليا وغاياتها حكومة روضت صعب وتخطت محال في خدمة أهدافها العليا وغاياتها واشرف عليها ولي العهد وفي الخصال زادوا جماهيرها واظهر محمد العزم رمز العز والاعتدال اللي شمخ بالبلاد وعز راياتها محمد العزم رمز العز والاعتدال اللي شمخ بالبلاد وعز راياتها عز وعطاء يالله فعل ومقام ومقال استرخصا وكل غالي في خدماتها جوهاها للبلت سوق اللي زهاها العزيز الريال جت التنافس وتندب للبلا صوتها في كل عيطن عريضة جنبها دلاس بالفرق تنب زين مفرعها وجمهاتها هذه حضارتنا لولا يوم ان الرجال مشالها للنجوم لا حضارتها حساب
مجدكم مبني وحدا مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعات نشام ما غبا في منصب احت الملك صاحب المجد المحاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبا والمزايا الحنان نافس الجرد الرقاب والنشام كل واحد من مجدكم مبني وحدا مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعات نشام ما غبا في منصب احت الملك صاحب المجد المحاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبا والمزايا الحنان نافس الجرد الرقاب والنشام كل واحد من واطرخي فوق الهضايا بلا خصمت هذا
صوت الأذان في مسجد قباء بيض الأخوان نوره طلع للنور باب وابتدى للمجد روح نقول طلع نبا وابتدى للمجد روح نقول طلع نبا رفرف يا راية المملكة فوق السحاب وطرخي فوق الهبايب ولا صمت هبا ما يضدك هرقة مبغض ولا زمرة خراب دام يصدح صوت الأذان في مسجد قباء دام يصدح صوت الأذان في مسجد قباء اصيل اللي على منهج اجداده رضا والملك سلمان خير شمل حتى الدواب وجه ابدع مالبل دبدب العز ودبا يا ولي العهد مشكور يا من الشباب يا اصيل اللي على منهج اجداده رضا حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب مجدكم مبني وحده مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعات نشام مغبا في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبا والمزايا الحنان نافس الجرد الرقاب والنشام كل واحد من دبدب العز و
الشمال حتى الدواب وجاه ابن عمال بن دبدب العز ودبا يا ولي العهد دمشق ورياح من الشباب يا الاصل اللي على ملهج اجداده وبا حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب مجدكم مبني وحده مثل حد الشباب الفخر في مهرجانه المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعان نشامه ما غضب في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرب وفخر ما كبى والمزايا الحان لم نافس الجرد الرقاب والنشامه كل واحد من الطوه يبى والبلبل تنقل القمه وتشيل الذهب الوفا مع هذا والهفا مع غضب شانها فوق السحاب وهي فوق التراب عزها الله قبل قصه سليمان وسبا فوقها شال النبي وابتدى الدين الصواب صابره في القلب وتعيش والارض شهبا كان ربي حاطه معها على جال اكتئاب جلسه انفجار لها طب وانفرق وبا طيبه واللي مجدكم مبني وحده مثل حد الشباب الفخر في مهرجانه المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعان نشامه ما غضب في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبى والمزايا الحان لم نافس الجرد الرقاب والنشامه كل واحد من يا ابو
مجدكم مبني وحده مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع النشام ما غضب في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبى والمزايا الحان لم نافس الجرد الرقاب والنشام ما كلوى حد من ما يضدك هرجم بغضب
لك سلمان خير شمال حتى الدواب وجه ابداع مال بالدبدب العز ودباب يا ولي العهد مشكور يا امير الشباب يا الاصيل اللي على منهج اجداده رضا والملك سلمان خير شمال حتى حساب مجدكم مبني وحده مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعات نشامه ما غبا في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبار. عدنا لكم مشاهدين الكرام بعد ما شفنا انا وياكم عرض فئه الشقح جلو، كل التوفيق لجميع المنافسين والمشاركة بحد ذاتها فوز في هذا الكرنفال أو هذا المهرجان الذي يحمل اسم غالي على الجميع. أبو علي حياك الله من جديد، شفنا نوياك عرض الشقح، شفنا ما شاء الله تبارك الرحمن وصفات جمال خيالية، ونقول الله يعين اللجنة يا أبو علي. الله يعينهم ويوفقهم آمين يا رب، وإن شاء الله أن نشوف شوط الشقح، كان لنا تجربة في الدق كان من أميز الأشواط وإن شاء الله اليوم مميز. صحيح إن فيه اختلاف في الحلال كقوة، يمكن القوة متناصفة فيه 5 و6 قوة زين وقوة تصدر للشوق ما شاء الله، وفيه 4 بحولهن. طبعا المشاركين فيه مشاركين شاركوا في الجل ب 2 اللي هو الأمير سلطان بن سعود، عندك ابن فنيسان، عندك الحارثي. طبعا هذا يعطي انطباع أنه ممكن يسيطروا بعضهم على مركز أول وثاني أو حتى أنهم يتتالون فينا. الأمير سلطان بن سعود متميز في الشقح والنايلة ما شاء الله تبارك الله، وغنية عن التعريف وعلى زمول على الباتل بعير فنجال ما شاء الله. لطامة كذلك لها مشاركة قبل في الكويت يوم كانت مع المواط ما شاء الله، وبكرة قوية حققت الأول في الكويت قبل. عندك بن دليم متعبة أعتقد أنها الثاني في النسخة الثانية. عندك طال عمرك سعود لهابة وحشارة الحارثي ثنايا ما شاء الله تبارك الله والله يوفقه. عندك الغيثات إنتاج وخماشة مقعد بن أنفيعي كانت الثاني في النسخة الأولى. حشارة غنية أيضا عن التعريف ومحققها الأول والمركز الأول مكرر في النسخة الأولى وفي النسخة الثانية. حشارة غنية عن التعريف، ابن فنيسان وإنتاجه ومعروف ومشارك بثنتين والله يوفقه. أتوقع أن المنافسة قوية على المركز الأول والثاني والثالث بقوة، النايلة بتاريخها وبرقها وبطولها وبزينها اللي تشوفونه وبسلالتها المميزة، الحشارة بتاريخها وما هي عليه من لطامة كذلك، ابن فنيسان من خلال مسكته. أنا أتمنى التوفيق للجميع وشوط قوي شوط قوي. شكرا أبو علي. عايد الهاجري حياك الله ابو سلطان، شوف عرض الفرديات فئه الجل، كيف تشوف مستوى الحلال؟ والله انا اشوفه زين، وقد سبقنا زيد بن غيام في وصف للشقح يقول والله يا ولا زرف الشقح حلقطاء وباخذ لي مع البدو قرطو يقعد في بيت لا مروع ولا مرتاح لهال كنظامي ولا ميت جوع من البلاله، قالوا طاح على الصلب رمال وشدوا له الجبنان من يمه السوق. سلام الشقح اليوم سلام. نشيطه وطيبه والمنافسة شديدة وفيها 4 بيتنافسن على المركز الأول والله يوفقهم إن شاء الله، ونتمنى لهم الفوز والعلم الطيب. لا لا أنت يا أبو سلطان. أبو فهد، أكثر فحول الوضح اللون الوضح بعرين شقح، صحيح ولا يا أبو فهد؟ وش يدل عليه هذا؟ قاعدة الكاب دائما تنطلق من الشقح. أنا يعني أقول جمال الوضح جايها من الشقح. من الشقح نعم. من الشقح دائما.
ولو رجعنا للسلالات تلقى الكلام ذا يتبتاش فعلا كبير. فعلا كلام ناس واجد يبو نعم صحيح بباهر. ودائما البعير اللي يتميز بعرق شقح يتميز بالمغاتير كبر الروس وبالجبر وبالنبر وبالأمور كلها. صراحة الشقح في الدق كان لنا صراحة نظرة غير مع دق الشقح. اليوم صراحة شفنا شيء جميل لكن ما هو مستوى تفوقت الدق يعني؟ عليها تفوقت عليها الدق بالمستوى. اليوم نشاهد يعني التفاوت ما بين 4 إلى 5 في المقدمة. نتمنى لهم التوفيق صراحة. ثنتين يتنافسن على المركز الأول. ترشح لي بالأسامي؟ سم والله أنا يمكن أقول لك إن 276 و379 يمكن يكونون على التنافس على المركز الأول، والمركز الثاني يمكن يتنافسن عليه الرقم 426 و405. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وحلال طيب ويستاهل صراحة يعني يستاهل. واللجنة لها نظرة عن قرب، حنا نشاهد يعني اللجنة أقرب منا، ولكن اللي نشاهده مواصفات مطلوبة في الجمال. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. طيب وش السلالات الشقح المعروفة يا أبو فهد؟ والله يا طويل العمر السلالات كثيرة ما تحضرني الآن في الشقح، لكن سلالات الشقح كثيرة، لكن إن الناس تأثروا بالمغاتير وتحول أكثر من لاك الشقح تأثروا بالعرض والطلب والموجود والنظرة على ما قال المغاتير توجه الناس للون المغاتير أثر على الشقح، لأن إحنا في فترة سنين 10 سنوات من المهرجانات ما كان للشقح أي مشاركة، فتحول كل واحد إبل شقح راجع بعين مغتر وهدى فيه وأثرت عليه. الآن جائزة الملك عبد العزيز عادت لها حقها صراحة، يعني اليوم في إنصاف في حق الشقح صراحة، هذا من العام والعام الأول، لكن السنة هذه في إنصاف إن شاء الله نشوف الجمال وحصرهم في أعداد معينة علشان نشوف الجمال أكثر، ما تبين العيوب لو كانت الفئات أكثر. والسنة الجاية أتمنى نشوف إن الشقح في فئة 100 ويرجع الزخم اللي كان العام موجود بين الأمير سلطان والموسى بإذن الله. قبل ما أرجع لك أبو علي، طبعا بنروح للزميل سلمان ومع المتحدث الرسمي لنادي الإبل الأستاذ فوزان الماضي لتوضيح بعض الاستفسارات. حياك الله فراج واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. ينضم معي الاستاذ فوزان الماضي المتحدث الرسمي لنادي الابل وعضو مجلس الاداره. حياك الله ابو حمد. اهلا وسهلا فيك اخوي سلمان ويا مرحبا بالسلام. ابو حمد، كثره استفسارات المشاركين، ماذا تردون على المشاركين؟ وردنا استفسارات كثيره عن مشاركه الوضح، بكره ان شاء الله دخول الوضح الجل، بعده دخول الانتاج الوضح. بعض الاكثر الناس يستفسر يقول انا عندي لو تاهل لي ناقه من ضمن العشر المتاهله وانا اصلا بشارك في 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 تلاد الوضح، وش بيصير المصير؟ لان هذه الناقه اكيد اني ما رشحتها من ضمن الجل ولا تاهلت من ضمن العشر لانها ناقه مؤثره. نقول لا تخاف، والنادي يسعى لمصلحه الجميع، ولا جينا هنا إلا نسوي التسهيلات اللي بقدر الإمكان اللي ما تخل على الأنظمة. فنقول إن شاء الله بالتوفيق الجميع اللي بيشارك في الإنتاج غدا بعد غدا وله ناقة تأهلت من ضمن العشر، راح نجيبها له إن شاء الله، نجيبها برحول لين تجي وسط بله ويعرض فيها أمام لجنة التحكيم المبدئية، وبعد انتهاء العرض ترجع مع تأخذ مسارها ومسار الفحص اللي مقرر لها. وإذا تأهلت إبله في الإنتاج وناقته كذلك موجودة من ضمن العرض، نبقي الناقة عندنا ليلة واحدة لين تلحقها أمهاتها إن شاء الله الليلة الثانية وتعرض كلها سواء. وبالعكس حنا نسعى فيما ييسر على إخواننا المشاركين بقدر الإمكان، ولكن في حدود الأنظمة وفي حدود الشيء اللي ما يأثر على التعليمات ولا يأثر على العدل بين الناس. شكرا لك.
يعطيك العافية أبو حمد وشاكرين ومقدرين لك. الله يعافيك، شكرا في شكر طلبك. شكرا. هذا ما كان لدي أستاذ فراج اليوم. أستاذ فوزان الماضي المتحدث الرسمي وعضو مجلس نادي الإبل، طبعا رد على استفسار أكثر من شخص من المشاركين حول هذا الموضوع. الصوت والصورة لك زميلي فراج. شكرا زميلنا سلمان من منصة الملاك، والشكر موصول إلى المتحدث الرسمي لنادي الإبل الأستاذ فوزان الماضي لتوضيحه بعض الأمور المهمة. طبعا أبو علي، شفنا الأستاذ فوزان الماضي يوضح بعض النقاط المهمة لملاك الإبل. الأربعاء دخول الفردي جل الوضح، والخميس كذلك دخول التلات. نعم، نشكر النادي ممثلا في رئيس النادي في المتحدث باسم المهرجان سرعة الاستجابة لبعض الاستفسارات. نعم. هذا نطلب من المتحدث باسم المهرجان، هو ما قصر، لكن نطلب منه المزيد في أنه يوضح بعض الأشياء إذا في تساؤلات والرد عليها، لأن هذا بالتالي مثل ما ذكر سعادة رئيس النادي قبل وذكر هذا المتحدث باسم المهرجان، نظام مزاينات الإبل وتنظيم النادي ما هو تجربة قديمة واليوم مسلم بها، تجربة يسن لها قوانين إلى اليوم، فبالتالي كل استجابة لمطالب أهل الإبل هذا عهدناه من نادي الإبل. اليوم أنت عشان تعرض أو دخول عرض فردي جل الوضح وهناك دخول للإنتاج، ما تحرم المالك أنه يستفيد من عرض ناقته المشاركة في فردي الجل أمام اللجنة، لأن هذا يأهله إلى التأهل. فهم مشكورين، تجاوبوا مع هذا الأمر، تجي من الشبوك وتعرض مع الإنتاج ممتاز وترجع للعرض ثاني يوم. كل هذه الأمور والفرق بينها يوم، طبعا هذا يسهل مهمة التحكيم والفرز في الفرز تحكيم. أنت الحلال يوم يدخل عندك الإنتاج ويكون لك رغبة أن اللي مشارك في الجل يكون مع العرض في الإنتاج، حققوا لكم الأمر هذا، وهذا يشكر عليه النادي. الأمر الآخر، أبو فهد دائما يجينا بأفكار جميلة. نعم، كلامه عن الشقح وأنها هي قبلة المغاتير، وكنت أسأل عن السلالات. نعم. إحنا لو نشوف السلالات المغاتير من داخله، مثلا ابن رفعة فاز في الجل وفاز في الدق. نعم. لو تلاحظ في الدق فايز من خلال نوفا اللي هي على الفاخر بعير ابن سلطان بن محمد. اليوم فايز في الجل باركنا له بداية لهذا الأميرة على عليان، لون الحمر قصدك في الحمر. الحمر معناته فحول المغاتير متشابهة ومتشاركة في الإنتاج. اليوم اللي شفناه عرض مثلا لناخذ الأمير سلطان النايلة على الباتل، فحل بعير بالفنجان. مزبوط. لو نروح للناقة الثانية هو اللي هي للطامة على بعير تمام، على تمام مشرية من الموال. السلالات لا تنشد منها في المغاتير من داخله، وكل الفحول المشهورة والسلالات المشهورة تمامي باتلي رماني كلها تتوارد، ويمكن مثل ما شار أبو فهد محصلتها نشوفها بجلاء وبزين كامل في الشقح بيض الوجه. أبو سلطان، النقطة المهمة اللي ذكرها المتحدث الرسمي فوزان الماضي، والله عن دخول الماضي الجل الوضح، الماضي يوضح المشاركين، وهذا يجب أن بعض المشاركين يصيرون في الصورة ويعرفون وش اللي تقدمون فيه بالنسبة للمشاركة قبل دخول الحلال للشبوك، عساس ما يتعرقلون ولا يصير فيه تأخير عليهم. ويشكر على التوضيح الماضي بخصوص المشاركين. طيب أبو فهد، نفس السياق، توضيح مهم صراحة. إحنا أمام مهرجان دولة أبوابها مفتوحة للجميع. إذا نظرنا للنادي، النادي تحت إشراف الدولة وتحت إشراف سمو ولي العهد وبرئاسة الشيخ فهد، كل شيء فيه مصلحة للمواطن وللمشارك راح تسجل وراح تدون، والأبواب مفتوحة. والأخ
والأخ فوزان يتقبل أي اتصال والإدارة تتقبل أي تزكية، لكن أنا عندي مداخلة صراحة على الأفكار أو الأشخاص اللي يحاولون تشويه سمعة المهرجان أو منهم هم شواذ للذا. صراحة إذا أي إنسان شارك ولا حالفه الحظ إنه بيروح للإعلام وبيعلق شماعة مشاكل على إدارة المهرجان، فحنا صراحة أمام عقبات في مشروع مهم لكل واحد منا. إحنا أمام مهرجان ناجح بكل المقاييس صراحة، والمستقبل إن شاء الله أمامنا مشرق صراحة، واللي نشوفه وتصرف الدولة وتكلف فيه الدولة شيء مهم. أنت عندك ناقة واحدة تكلفت فيها وتعبت فيها وما وفقك الله، الدولة قاعدة تتكلف قيمة ناقتك مليون ألف مرة أنها تحط مهرجان للجميع. صراحة التشكيك في اللجان هذا مرفوض بتاتا. اللجان كالقضاء لا يحق لأحد أن يتدخل فيها، وأنا لاحظ بعض الإخوان صراحة ومن وشخصية محسوبة على المهرجان يتدخل في شؤون اللجان أو خارجيا أو يعلق عليها بأنكم لازم تسوون كذا وتسوون كذا. هذه إملاءات، الإملاءات مرفوضة. حنا هنا أمام لجنة تعطي الحق لكل واحد، والدليل أن عند 930 مشارك في الأيام الفائتة كلهم طلعوا من عندنا مبسوطين ومرتاحين وكذا، ثلاث حالات أو حالتين هم من يستهلكون الكلام المضاد ولا يأثرون على المهرجان، ونتمنى للمهرجان التوفيق والمهرجان للجميع، ولا نقبل أحد يمس بالمهرجان. هذه رسالة للمشاركين. نعم صحيح. بيض الله وجهك أبو فهد. طيب بنروح للزميل زميلنا سلمان في منصة الملاك، ما الجديد لديك أخوي سلمان؟ حياك الله فراج وأهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا. ينضم معي مالك الإبل الأستاذ سعود بن قاعد بن براك الحارثي، حياك الله أبو بندر. يا مرحبا ومسهلا، الله يحييك طال عمرك أبو بندر. اليوم شفت عرض الفرديات، كيف شفت عرض الفرديات؟ والله العرض اليوم الشوط قوي جدا، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله بإذن الله. أبو بندر أنت مشارك طبعا في فئة أخرى، كيف استعداداتك في المشاركة الجاية؟ إن شاء الله الاستعدادات طيبة، ومشاركتنا في فئة 30 شقح واستعداد إن شاء الله طيب وأقوى من العام الماضي، وإن شاء الله مراكز أولى بإذن الله. أبو بندر خلنا نسألك عن اعتمادك الكلي على إنتاج ولا على المشترى؟ والله هي الاعتماد تقريبا الكلي على المشترى، لأن أول دخول لنا العام الماضي حققنا مركز من فضل الله في الجمل وكذلك في الفردي العام الماضي. بندر هالسنة كيف شفت النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبد العزيز بحكم أنك مشارك في السنوات الماضية؟ والله التنظيم راقي جدا، وكرنفال عالمي، ومهرجان يحمل اسم المؤسس وكبير وغالي علينا، والمشاركة بحد ذاتها في هذا المهرجان يعتبر نجاح سواء حققت مركز أو لم تحقق. بالنسبة للتنظيم راقي، فيه ملاحظة بسيطة نرجو التركيز عليها وإعادة دراستها في النسخة القادمة بإذن الله، وهي الفردي، إنه الفردي أصبح يحتكرها أصحاب النخب، يسمح له بدخول خمس فرديات أو أربع أو ثلاث، وهذا احتكار لأصحاب النخب المشاركين الآخرين اللي عنده واحدة فردية أو ما عنده منقية أصلا وداخل بفردية، هذا يمكن ما يحالف الحظ في النسخات القادمة نهائيا. فنرجو إعادة النظر في هذا القرار، وكلنا أمل إن شاء الله أن الدارة والقائمين نادي الإبل والقائمين عليه يهمهم أول شيء نجاح المهرجان، ثانيا الملاك وفائدة الملاك، فنرجو النظر في هذا القرار في النسخة القادمة إن شاء الله، وكلنا أمل بالله إن شاء الله. الله يعطيك العافية وشاكرين ومقدرين لك أبو بندر. زميلي فراج هذا ما كان لدى الأستاذ سعود بن قاعد بن براك الحارثي، طبعا المشارك اليوم في فئة الجل الشقح، طبعا فاله التوفيق إن شاء الله. صوت والصورة لك زميلي فراج. شكرا زميلنا سلمان من منصة الملاك، كذلك زميلنا عبد الله بن رفعان وضيف آخر. عبد الله ما الجديد؟ حياك الله زميلي فراج، أنا الآن أتواجد في خيمة الملاك، ويتواجد معي في هذه اللحظات ضيدان بن إبراهيم العمور وكيل أمير سلطان بن سعود آل سعود. مرحبا إبراهيم. تبقى الله يحفظك وطول عمرك، الله يحييك ويسلمك. إبراهيم في البداية كيف تشوف عرض فردياتكم وعرض الفرديات الشقح اليوم؟ والله ما شاء الله نشوف عرض طيب، والله يوفق الجميع إن شاء الله.
سجل الأمير سلطان بن سعود بخمس فرديات، ولكن اليوم ما نشوف في الميدان لثنتين. اي نعم طال عمرك، هذا سجل خمس وفي آخر لحظة طال عمرك ما دخل بثنتين، حب أن المشاركين يصير لهم فرصة الله هيك. وحريص على أهل الشقح، يعني أهل الشقح كأنها يملك الشقح كلها، وحريص على النجاح طال عمرك. وانت شايفين الشيء أبو إبراهيم، جاهزية منقية الأمير سلطان مسعود في المياه؟ والله المنقية إن شاء الله جاهزة، وبالنسبة لمشاركتها علمها عنده الله هيك. صرح الأمير سلطان مسعود أن نسبة مشاركته في الجمل 99%، هل هذا تكتيك؟ لا ما أتوقع، ما عنده، هو صريح الأمير سلطان، ولا ما أتوقع أنه تكتيك. أبو إبراهيم، نشوف أكثر من فردية في الميدان شاركت في الدق وشاركت في الجل، وكذلك أكثر من فردية مع الملاك، كلها من إنتاجكم من إنتاج الأمير، حدثنا عن الإنتاج. والله إنتاجه معروف على مستوى أهل البل، ومعروف الشيء هذا، وشارك صفر وشارك شعل وشارك ألوان ثانية يعني، وكلهم يعرفون أهل البل، إنتاجه من أفضل الإنتاج. رحيك. طيب أنتم لكم مشاركات ولكم منافسين قويين، كيف تبيعون وأنتم عندكم منافسين؟ والله بالنسبة للشقح ما نبي نبيعها، لكن الألوان الثانية، والأمير حريص على نجاح المهرجان بأي شكل، وحريص على أن الجمال يطلع في المهرجان بأي شكل من الأشكال. هل ممكن نشوف الأمير سلطان بن سعود في لون غير لون الشقح؟ ما أدري والله، هذا الشيء هذا ما سمعت منه شيء في الأمر هذا، وأتوقع السلطان أي مجال إنه يجي فيه، وأي مجال بيجي فيه إن شاء الله يستاهل ويشرف. يستاهل، ونتمنى لكم التوفيق، ونشكرك يا إبراهيم. زميلي فراج، في هذه اللحظات كان معي وكيل الأمير سلطان بن سعود، وكان هذا حديثه عن مشاركتهم في لون الشقح، وعن الفرديات المتواجدة في الميدان ومع الملاك من الألوان الأخرى غير لون الشقح. زميلي فراج، إليك الصوت والصورة. شكرا زميلنا عبد الله بن رفعان من منصة الملاك، وكذلك الشكر لضيفك الكريم أبو علي. طبعا السماح الفردية بالمشاركة في الفردي وكذلك في الجمل، كيف تشوف المبادرة هذه؟ والله تحدث الأخوان قبل ونتحدث اليوم، حنا بين أمرين، بين أنك تحرص على جودة اللي يعرض ومستوى الجمال، وهذا تحقق لأنك عطيت فرصة أن صاحب الفردية يعرض في الميدان فرديته وينتقل بها للجمل، والمقصود فيها أهل النخب وأهل المية والخمسين. وفي نفس الوقت كملاك جميعهم يطمع أنه يكون فيه مثل العام الماضي، أنه اللي الناقة تشارك أو البكرة تشارك لمرة واحدة، من شان تعطي فرصة للآخرين. لكن أكون صادق معك، إحنا لو استعرضنا النتائج الجل والدق، الجل باقي منها يومين والدق انتهى، نشوف الحمر سيطر على الأول والثاني بالرفعان، نشوف الصفر الجل الدق سيطر الدبوس، بنشوف الصفر بنت غيثر في الجل، نبي نشوف مثلا أبا الخيل حنس في الشعل، شفنا اليوم الشقح وأسماء مسيطرة على الشقح، ما نختلف لأنهم بيشاركون فردي اليوم وبيشاركون في المية. كل هالكلام ذا وفي الحمر قلناه بالرفعان، النهاية الأسماء في الفردي الدق والجل ينعدون على أصابع اليد الواحدة. طيب هذا ما في احتكار التجار أنهم احتكروا الفردية؟ كلمة احتكار الرياضة ما فيها احتكار، أنظمة الرياضية مسموح لك أنك تشارك وتعرض بكل قوتك بكل ما لديك من جمال الحلال. حنا نقول من ناحية التشجيع لا نختلف مع التوجه أنه يكون النخبة هم اللي موجودين على ميدان العرض. في حلول مثل أشار لها أبو سلطان، يكون مثلا في شوط تميز الناس اللي أخذت الأول في النسخة الأولى والثانية والثالثة، والثالثة ثابتة على ما قالوا، حط لهم شوط تميز وخلي الفرصة للي بعدهم. ممتاز. أصحاب المراكز الثانية والثالثة. حلو. أو اللي بيدخل جديد. حلو. كذلك في المجاهيل حط لهم شوط تميز، بحيث أن اللي أخذ في النسخة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة لا عاد تدخل في أشواط الجل والدق، رح للتميز وخلي الفرصة للآخرين. النادي ندري به وتدرون بكلكم ما راح يترك أي مجال أنه
يلامس احتياجات أهل الإبل، هذا احنا نثق فيه. نتمنى التوفيق. احنا وصلنا إلى مرحلة أن اللي يعرض كل فائق مواصفات الجمال حلول أنه يعطي الفرصة لكل المشاركين بإذن الله موجودة من خلال أشواط تميز، من خلال مثلا اللي تشارك في الفردي ما تشارك في الجمل، هذا بيعطي فرصة أن اللي في الجمل يبقى في الجمل والفردي نشوف أشخاص آخرين. كل الأمور يمكن أبو سلطان أبو فهد عندهم تعليق آخر. أبو سلطان مرحبا أخوي فراج. بالنسبة للإنتاج السنة هذه شفنا إنتاج وشفنا يعني مواصفات جميلة في الإنتاج السنة هذه، إيش رأيك فيها؟ أنا بالنسبة أعلق على موضوع الأخ سعود قاعد الحارثي يقول لو يتاح المجال للمشاركين على ناقة واحدة من ناحية الفردي، فأنا أقول المهرجان عموما ما قام إلا للزين سواء جمل أو فردي، والمشاهد يبي زين، خل المنتج يحتفظ في الزين ويشارك به واحدة ولا ثنتين، واللي عنده قدرة مالية يشتري الزين واحدة ولا ثنتين. احنا نبي زين، نبي نشوف زين، ما نبي نشوف عدد. فعلا العدد في الجمل، لكن انا بالعكس، انا عندما اشوف لي 10 فرديات متنافسات وقويات تشدني والجمهور يتفاعل، لكن عندما يجيك 10 فرديات ولا 5 فرديات ضعيفة عدد، انا ما ابي عدد، انا ابي نوعية، ابي زين. ولو تلاحظ ان الانتاج اللي بالنسبة هدق في الشقح انشط من الجل. وش السبب؟ السبب ان طال عمرك الناس احتفظوا في الزين، احتفظوا سواء في البعير المنتج او في البكار اللي يشترونها، وصار يتعبون على الانتاج، صار يتعبون وقدموها مثل ما شفتوا في الشوط الشقح الدق تنافس قوي، العشر كلها قويه. الان عندنا 4 نياق متنافسه حول بعضها، وثنتين يتميزين وثنتين حول بعضهم، والبقيه اقل منها يعني بدون مجامله. الحلال كل اللي يطمح في الزين، ولكن لا بد احنا نوضح للجمهور وللمشاهد. ما في شك. اي نعم، الله يسلمك. يعطيك العافيه ابو سلطان. قبل ما اروح لك ابو فهد، خلينا نشوف زميلنا عبد الله بن رفعان من منصه الملاك او سلمان السليس. سلمان اليك الميكروفون. حياك الله فراج، واهلا وسهلا بك مشاهدينا الكرام. مستمرين في تغطيتنا من منصه الملاك، يتواجد معي مالك الابل ناصر بن فنيسان السبيعي. حياك الله ناصر. الله يبقيك ويطول عمرك. اليوم شفت عرض الفرديات، كيف ترشح فرديتك اليوم؟ اولا طال عمرك اصلي واسلم على رسول الله، واشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يطول عمره وولي عهده الامير محمد بن سلمان، واشكر طال عمرك القائمين على المهرجان عموما، وابارك الجميع من شارك في جائزة الملك عبد العزيز. انا طال عمرك مشارك في التلاد شقح وفالفردي شقح جل. طيب كيف استعداد التلاد السنة هذه؟ والله الحمد لله مستعدين ومجتهدين وعلى الله التيسير، وما جينا طال عمرك إلا إن شاء الله نبي العلوم الزينة والهدف الأول، وكل نبي الهدف الأول. أبو بن فنيسان خلنا نسألك، أنت كنت تشارك في المئة وكان اسم قوي في المئة، هل ننتظر، هل ممكن من متوقع في السنوات القادمة أنك تشارك في المئة، ترجع في المئة؟ والله طال عمرك احنا شاركنا وراء البل الله يحفظه ويطول عمره، أخوي الكبير في هيدا بن فنيسان هو المدبر وكل شيء، حنا دبرتنا عند الله ثم عنده، أخونا الكبير ودبرة الوضع عنده. الله يعطيك. شاركت طال عمرك وخذت 4 سنين في أم رقابة فئة المئة الأول، وخلصنا طال عمرك. أما الشقح ما فتح لها المجال إلا يمكن قبل سنتين، وكان عندنا طال عمرك شقح ذيك الأيام يمكن 3 4 5 6 ما كان يدخل النمر قابه ممنوعه، ولما فتح المجال للشقح شاركت بها العام الحمد لله وطلعت الثاني، والقعدان الاثنين اللي مشاركة معنا أوضح وحمر طلعوا على كل واحد طلع الثاني، والحمد لله والأمور زينة بالشركة. وهالسنة شاركنا بالتلاد والفرديات ثنتين بنات البعير المشهور بعيرنا النايف على تمام، ودخل الحمد لله معه. طبعاً اعتمادك الكلي على الانتاج. الاعتماد على الله ثم على الانتاج، والتوفيق عند الله، كل شيء بالتوفيق سواء انتاج او مشترى.
فالك الفوز إن شاء الله والتوفيق، والله يعطيك العافية وشاكرين ومقدرين لك. أستاذ فراج، هذا حديث ناصر بن فنيسان أسبيعي، الصوت والصورة لك. شكرا زميلنا سلمان، وكذلك ننتقل إلى زميلنا الآخر عبد الله بن رفعان وضيف جديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحياك الله زميلي فراج. في هذه اللحظات يتواجد معي المنافس بقوة في فئة الشقح، مقعد بن فهد الحمر. مرحبا أبو فهد. مرحبا بك، حياك الله أبو فهد. شفت عرض الفرديات، كيف تشوف العرض؟ اي نعم، العرض طيب والحلال قوي، ونسأل الله التوفيق للجميع. علوم حشارة؟ والله علومها طيبة، حشارة منافسة بقوة والتوفيق على الله. أبو فهد، حشارة خذت المركز الأول في النسخة الأولى وتراجعت إلى المركز الثاني في النسخة الثانية، اليوم في النسخة الثالثة، وش يقول أبو فهد؟ والله هي مثل ما قلت، وأنا مقدمها طمن في المركز الأول والتوفيق على الله. والله تستاهل أبو فهد، تستاهل أبو فهد. في الفترة الأخيرة مقعد الحمر مشتريات قوية ومشتريات فرديات يعني من صدر البل، وش تعليقك يعني؟ والله احنا ما اشترينا الفرديات النوادر الا طبعا في المراكز الاولى في جائزة الملك عبد العزيز والمهرجان الطيب، اللي كل مالك هبل له القدرة وده ان يشارك فيه. الفئة اللي بتشارك فيها؟ والله انا مسجل 50 و30، ولكن العزيمة على 50 ولا على 30؟ والله النية موجودة لها كلها، التوفيق على الله. مقعد الحمر شارك في 50 وحقق مركز متقدم، ولكن بعت على رئيس نادي النصر ورجعت للثلاثين، هل بتبقى في 30 ولا بتعدى ال50؟ اشتركت في النسخة الأولى 50 وخدت الأول، وبعت على السويلم وعززت وخدت الأول في 30، والآن طموحي في 50 و30. الله يوفقك. طيب عرض الفرديات الشقح نشوف لها قوة في هذا الموسم، تعليقك؟ قول ان الناس مجتهدين في الشراء وفي مكرمين الحلال ومعتنين به من البداية من أول الوقت، وطبعا الحلال السنع جاب اللي وراه من الزين رسالتك الملاك الشقح ومقتنين الشقح، مستقبل الشقح في المواسم القادمة، توقع مقعد الحمر؟ أقول إن شاء الله مستقبلها زاهر، واللي عنده إمكانية العين الطيب يشري. الله يوفقك وشاكرين لك يا أبو فهد. مثل ما سمعت أخوي فراج، هذا كلام مقعد بن فهد الحمر، ومقعد بن فهد الحمر رقم صعب في لون الشقح. نتمنى له التوفيق، ونتمنى لجميع المشاركين. إليك زميلي فراج الصوت والصورة. يعطيكم العافية الزملاء سلمان وعبد الله من منصة الملاك. ارجع لك أبو فهد، شفنا كلام مقعد الحمر، شفنا كلام ناصر بن نيسان، يعتمدون كثير على الإنتاج. كلام جميل، لكن احنا في وضع الفرديات نختلف عن الفكر الإنتاج. احنا أمام يعني انتهت صراحة، أحب أبارك للجميع، لكن نقول لهم احنا تجاوزنا وضع إتاحة الفرصة في الفرديات، الفرصة للأجمل، الفرصة متاحة للجميع للأجمل. إن شاء الله تجيب 10، أنا أتمنى أنها تزود بعد أكثر من 5، أنك تجيب الأفضل. احنا هنا نبغى الأجمل، ما نبي نجامل ونقول لازم أن نوزع الجوائز على الجميع وننزل من مستوى الفرديات، لا، إتاحة الفرصة ما فيها أي مجال من باب الفرديات. أما من باب الإنتاج صراحة كل إبل صراحة بدون إنتاج لا يمكن أنها تستمر في المهرجانات. الإنتاج خط سير، والمشترى خط سير، وكلهم يصبون في مصلحة الجمال. لكن أنا أحب أعرج على كلام قاله الأخ أبو علي، اللي هو الأسبوع الجاي داخلين على الجمل، نتكلم من الفرديات إلى الجمل. الجمل صراحة فيه تنافس قوي وفيه روح، يعني هي اللي تعبر عن روح المنافسات في المهرجان عكس الفرديات. صراحة في فئات لهم جماهيرهم، وتخيل لو المهرجان مثلا ما فيها الأسماء، أتمنى إضافة أسماء نشتاق لها صراحة، احنا مشتاقين لأسماء كبيرة لها جماهيرها، ومن حق جائزة الملك عبد العزيز نشاهدهم في هالمهرجان، ما لهم عذر أبدا. احنا صراحة أتقدم بالشكر الجزيل صراحة إلى جماهير
ابناء عايض بن دغيثر واقول لهم صراحه اثريتوا المهرجان فعلا. والمهرجان صراحه انتم مكملين له، واتمنى من الاخوان في فئه الصفر الثانيين ان نشوفهم السنه هذه ومن المقاتير والسنه الجايه، ونتمنى نشوف روح المنافسه القويه وما يفكرون انهم يرجعون للانتاج. الانتاج لم يكن مخرج صراحه للمنافسه بالنسبه للشخص اللي ينافس على المراكز الاولى في النخبه وفي الفئات المية ويتراجع، هذا تراجع في ميدان المعركه. اتمنى ان ما عاد نشوف التراجع هذا ونستمر في التقدم ان شاء الله من الاخوان الثانيين، والمهرجان قادم بقوه، واتمنى من المشاركين القدوم بقوه. ابو فهد ولا قاطعك كلامك ذا جميل، عدم التراجع، وبعد لو يحط له نظام فكره انه والله حققت الاول لسنتين متتاليه، لنفرض في العشرين في الثلاثين، ما دام ثبت انك حققت المركز الاول مرتين اطلع للفئه اللي بعد. نعم صحيح، وانا اتمنى ان كل واحد حاز على هالمركز سواء في الثلاثة او في الثلاثين على سنتين متكررتين انه يا يريح سنه ويتيح، انا اقول تحت فرصه غير موجوده، لكن انه لازم يتقدم مجال، يعني يفتح المجال، المجال الجائزه انك تتقدم ما تتراجع. الرجوع صعب. عندك ما شاء الله مقعد الحيمر، مالك اللي بنقعد الحيمر، باع وشارك كذلك. اللي يبيع عنده عذر ثاني. في الثلاثين. صح. اللي يبيع أنا أعطيه عذر. اللي يبيع ويتراجع ويتقدم مرة ثانية، مقعد الحيمر باع وعزز في الثلاثين ورجع للخمسين. صراحة رجل مثالي في المشاركة وفكره صراحة، أتمنى أن يعمم على بقية المشاركين معه في فئات اللي يشارك فيها. طيب قبل ما أروح لك أبو علي بنروح لزميلنا سلمان سليس هو في منصة الملاك، خلونا نشوفه ونرجع لكم. حياك الله فراج وأهلا بكم مشاهدين الكرام، مجددا ينضم معي مالك الإبل عوض بن دليم الشيباني. حياك الله عوض. أبقاك الله يا أبوي. عوض اليوم أنت مشارك في الفردي، كيف شفت عرض الفردية؟ والله ما أقول إلا خير إن شاء الله، كل إن شاء الله بحقه إن شاء الله، كل نقول إن شاء الله كل واحد يستاهل ما تعبه. عوض إنتاج ولا مشترك؟ لا والله إنتاج. طيب وش سنها؟ سنها أربع. أول مرة تدخل في المنافسة؟ لا قد نافست قبل والحمد لله. الله يعطيك العافية وشاكرين ومقدرين لك. فراج هذا كان عوض بن دليم العتيبي المشارك في الفردية اليوم، الصوت والصورة لك. طبعا شكرا للزملاء من منصة الملاك، الزميل سلمان والزميل عبد الله بن رفعان، ألف شكر لكم، كنتم مميزين كما عودتونا كل يوم. أبو علي نرجع لك لموضوع الشقح، من هم مشاهير الشقح الآن؟ والله مشاهير الشقح بلا ما يختلف على اثنين، الأمير سلطان بن سعود يمكن هو اللي نقدر نقول أنه أول من طلب أن الشقح تكون لها شواطها، هو أول من جمع نوادر الشقح يمكن من قبل 20 سنة. طبعا اليوم الحمد لله يعني أكثر ملاك الوضح يمتلكون خصوصا فرديات، يمتلكون فرديات من الشقح. اليوم تشوف أسامي معروفة في مثل الحمر، مثل تشوفهم في الشقح من خلال حشارة، تشوف الموسى، تشوف الراجحي، تشوف كل الأسامي اللي في بالك من أصحاب الإنتاج المعروفين واللي فحولهم منتجه رقم واحد تلقاهم اليوم لابد أنه يجيك في الشقح من خلال إنتاج، من شوط العشرين، من خلال فردي الجل، من خلال فردي الدق متواجدي. إذن الشقح اليوم لها بصمة، لها تاريخ، جائزة الملك عبد العزيز وبتنظيم من نادي الإبل ما قصروا، حطوا لها من مبتدأ الأشواط، أشواط خاصة. مستقبل الشقح بيكون مستقبل كبير لسبب. الألوان الأخرى يمكن فيها سيطرة كاملة، لو رحنا للصفر، رحنا للمجاهيم، ما هو بسيطرة واحد ولا اثنين، فوق 10 و15 شخص. حنا اليوم نقول للي وده يدخل المهرجان ويمكن بعض الألوان ما، لكنه بيواجه مشكلة اللي هو ندرة فردياتها. ندرة فرديات الشقح خلت الأسماء المعروفة في الشقح، لكن هذا يعزز أنه لابد أن الفرصة موجودة فيها بقل الأشخاص اللي موجودين في الشقح، لكن المستقبل للشقح والحمر.
كدخول منافسين جدد. منافسين جدد نعم. وهذا نعم. رأي أبو سلطان. والمستقبل أمامهم طبعاً. مستقبل كبير. ايه؟ لأن التداول إحنا لو شفنا النسخة الأولى والثانية نكون صريحين، التداول كان كبير في الشقح والمجاهيل النسخة الأولى بالذات، وفي النسخة الثانية تكرر الموضوع ذا في المجاهيل وفي الشقح. الصفر كانت كإثارة وقوة وقوة مشترى من خلال ابن دغيثر والربع اللي معه. إذن الأشواط كلها في تنافس قوي، دخول أكثر من فردية في الشوط. أنا إلى لو أني بخالف أبو فهد وأبو سلطان أرجع وأقول عطهم مجال أنه يدخل بكذا ناقة أو كذا بكرة في شوط الدق، لكن لا تعطيه مجال أن الناقة اللي شاركت أول بكرة في الفردي أنها تنتقل معه في شوط جمل. أول شيء تعزز المشترى، ثاني شيء يدخل متنافسين جدد. فكرة أبو فهد أنك تدخل بعشر بعشرين في الشوط ما عندنا مشكلة، ادخل حلالك وادخل في الشوط اللي تبي، لكن ما دام شاركت واخذت رقم، أما تروح للتميز ولا تروح البيع ويستفيد منها آخر في الجمل. أما أنك تشارك بها اليوم تأخذ جائزتها وبكرة هي من المعززة للإنتاج، أو هي من المعززة للثلاثين، أو هي من المعززة للخمسين وتأخذ جائزة بعد الخمسين، والرأي أكيد بيدرس مميز. قبل ما أروح لك أبو سلطان، خلونا نشوف أنا وياكم تغريدة عن التسجيل في الهجن. خلونا نشوف أنا وياكم هذه التغريدة. طبعا مهرجان الإبل، نادي الإبل يعلن عن انطلاق التسجيل في جائزة الملك عبد العزيز لمسابقات الهجن من خلال الرابط التالي. نادي الإبل يعلن عن انطلاق التسجيل في جائزة الملك عبد العزيز لمسابقات الهجن من خلال الرابط التالي. كل التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين في مهرجان الهجن. طيب خلنا نروح أنا وياكم مشاهدينا الكرام كذلك في تقرير عن حفظ النعمة. خلونا نشوفها أنا وياكم ونرجع لكم إن شاء الله. تشارك جمعية خيرات لحفظ النعمة للمرة الثالثة على التوالي في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في دورته الثالثة بمبادرة أدم نعمتك، وذلك بعد النجاح الذي تم تحقيقه بفضل من الله في العامين الماضيين. وتستعد الجمعية في هذا العام بتوفير 30 سيارة مبردة و94 عاملاً، حيث يتم جمع فائض الطعام من المناسبات التي تقام في المهرجان ويتم نقلها إلى مقر الجمعية وحفظها في مستودعات لحفظ النعمة. وتقوم الجمعية بتوزيع هذه الأطعمة على المجمعات السكنية للعمالة الموجودة في المهرجان ونقلها خارج المهرجان للأسر المشاركة في الجمعية. حياكم الله مشاهدينا من جديد. شفنا أنا وياكم تقرير أعدوه لنا الزملاء عن حفظ النعمة، عن جمعية خيرات. الشكر الجزيل لهذه الجمعية على أعمال الخير التي تقوم بها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. أبو علي، شفنا جمعية خيرات. الله يجزاهم خير ووفقهم القائمين على الجمعية. المسلم أمره كله خير. حنا المشترك اللي يقيم له مناسبة، هو إحنا ندور النصيحة، لكن نذكر بعضنا الإنسان يجب عليه أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. نعم. أنت استحضرت تراقب نعمة الله وتخاف وتشكر النعمة. نعم. وفيه جهات اليوم ساعدتك على حفظ النعمة، رسالتنا لهم وحنا نتعلم منهم الحاضرين والمشاهد والجمهور كله أنهم يراعون الله في النعم ويتواصلون مع الجمعية اللي شفنا تقريرها. والله يوفق الجميع. وتواصلهم حتى يا أبو علي هون الإخوان والمشاهدين، الجمعية الخيرات أنا زرتها وشفت إمكانيات غير طبيعية. العشاء أو الغداء اللي في مهرجان الملك عبد العزيز يوزعون على اللي مثل المحتاجين في الرياض. نعم. ولا في المناطق اللي تابعه للرياض في نفس اليوم وفي نفس الليله، وفي حافظ كذلك في حافظات للطعام. والله يجزاهم خير، جهد يشكرون عليها. نعم. انا شفته من النسخه الاولى والثانيه وان شاء الله الثالثه. نعم. مستمر. والله يوفق الجميع. ابو سلطان، مثل هالجمعيات نحتاجها. اكيد نحتاجها، وجزاهم الله خير على فكره انشاء الجمعيات
وجودها في المهرجان، لأن الواحد عندما يخسر في نعمة ويصير الزايد يعتبر ما خسر، لأنه راح الناس يستفيدون منه، وهذا شيء طيب أنك تشوف الجمعيات تأخذ الزايد من فائدة الأطعمة عند المشاركين في المهرجان والعزائم والولايات، ويحتاج منها يستفيد منها ناس ثانيين. نعم هذا شيء طيب والله. أبو فهد بالنسبة لجمعية خيرات، صراحة من أعظم المشاريع القائمة في هذا المهرجان صراحة، ويدينا على أيديهم والله يوفقهم صراحة، أن نشوف عمل جبار في المخيمات وحضورهم في المناسبات، والله يوفقهم ونتمنى لهم التوفيق. أجمعين يا أبو هاد. أرجع لك أبو علي، فيه فرق بين دق الشقح والجل الشقح، هل الإنتاج له دخل في هالموضوع؟ والله كان واضح اليوم مثل ما ذكرتك وذكرك الأخوان، كان فيه أنا أقول إلى 5 و6 فيها أخرى ومتكامل زينها، وما الدق جانا كله نخبة وقوي. الدق طبعا له رغبة كبيرة عند المنتج ولا المشتري، لأنه مستقبل، أنت يوم يكون عندك طال عمرك مفرودة وحقة ولقية هذه مستقبلها معك، إلى جذعه بعد سنة، ولا جذعه انتقلت إلى الجل ثنية ورباع وسديس. اليوم ما هو بكبر اللي عرض عندنا، لا سن بعد ما شاء الله تبارك الله ما بين رباع وثنية، اللي عرض كله اليوم رباع ولا ثنية، وبعض المشاركين شارك بثنية ثنيتين في نفس الشوط. القوة كانت في الدق، لأن مثل ما ذكرنا الإنتاج تحسن. أنا قلت لكم مستقبلها بدأ من أول ما أسست جائزة الملك عبد العزيز وخصص لها أشواط، وشفنا هذا في الدق. أنت خلاص السنة الجاية واللي بعدها لا مستحيل أنك تشوف على هالميدان إلا النخبة من الشقح. هذا يعود لأمرين، الإنتاج وتداول الزيت من خلال المشترى. طيب روافد أكون معك، روافد الشقح نرجع نقول كثيرة، لها رافد من الحمر، فراع الحمر لابد أنك بتجي دودة وبتلقى فيه شقح، أو على الأقل إن كان هي سملها ما هو بسمل زين من زين تلقاه يبيعها على راع الشقح. لكن لو جيت المقهور الأيام ذي بتلقى راع الحمر عنده شقح، وراع الوضح عنده شقح، وراع الشعل عنده شقح. إذا الروافدها كثيرة ومستقبلها إن شاء الله قادم. طيب طلعت فحول جديدة من خلال المهرجانات يا أبو علي، طبعا غير الفحول المشهورة في الشقح. لا والله أنا ما شوف، هي سلالات ولا هي سلالات. أنت اليوم يوم يشترك راعي فحل من الحمر ويجي عند لجنة اللون يقول لا رد فحلك هذا أشقح، يجي راعي الفحول الوضح ويسوق في حاله ولا جاء عند اللجنة قالوا لا والله أشقح، روافدها من نفس روافد الإبل أو الفحول المعروفة على مستوى الوضح والحمر. الدليل أن كبار ملاك مثل راعي عقاب محمد بن سفر الجليدي، نعم عنده عقاب من مشاهير إنتاج الوضح، جابوا لده النادر قالوا لا رحل الشقح، فمعناته روافد الشقح روافد مثل الرافدين، روافد قوية ويجيها من كل الألوان. اللي من خلال سؤالك، أنا ودي لو مثل ما أوجد النادي الله يجزاهم بالخير أوجدوا لجنة في الأسواق تتولى الكشف المبكر لمن حب يطمن على حلاله، أنا ودي يكون تفعل لجنة اللون قبل المزايم بشهرين، إذا عند واحد من هاللون شك في بعيره أو في باكرته يتواصل معهم يجونه حتى لو كان برسوم الرسوم قصدك. للتنظيم الانتاج إيه؟ فالانتاج وحتى في الالوان نعم. كل لجنه الالوان مفعله، ما ادري الاخوان يشاركون مفعله قبل المهرجان بشهرين، انا والله عندي بكره بشارك بها في الحمر واخاف انها يقولون فيها شقاح، اتصل بهم قبل شهرين قبل لا سجل، جتني اللجنه وقالت يا الاخو لا سجل في الشقح لا سجل في الحمر، فلو فعلت حتى والبعير وانتاج يتحدد مساره يعني. وانا صحيح. ودي براي ابو اسمح لي ودي براي ابو فهد وابو سلطان في الموضوع ده. طيب ابو سلطان رايك؟ الراي يعني قصد اخوي اللون انك تعطيه فرصه ابو علي، ان حصل السنه دي والسنه اللي مضت
ان فيه ناس يشاركون في لون الحمر مثلا، ويجي السنه اللي بعدها قالوا لا البعير ما هو اللون الاشقح، الرحله الحمر. يجب انه قبل بدايه المهرجان يسجل ويصنف لون البعير ولا لون الناقه، هل هم على الشقح ولا مع الحمر اللي اللون اللي فيها مغالطه، اللي فيه مغالطه، بحيث انه ما يواجه احراجات عند الدخول. وهذا من ناحيه اللون. من ناحيه الفيات، احنا سوى النادي ولا احنا كمحللين وملاك ابل، ملاك ابل نعم، ان نطمح للافضل، ان الاستمراريه قدام هي بالرجوع، لان رجوع الفيات بالذات في المياه للرجوع لل 50 والهذا ترى اثر على السوق. يعني اللي كان عنده فكره انه بيكون 30 ولا 50 وبيتجه للمهرجان انطح اللي كان في المياه ورجعه وراه ووقف، ما عاد عنده رغبه. السوق صار في خمول. نعم. في الواجب الطلوع، اذا ان الواحد ما عنده قدره انه يجابه المنافسه في الفيه اللي هو فيها يريح ويجي واحد انشط منه. لا انت ابو فهد على السريع لان باقي لنا دقيقه. والله من مجال الالوان صراحه ما قصروا، عطوا مجال اللي تاع 10% ان الالوان تدخل، لكن ابو علي معاه حق ان الاعلاف تاثر بعض الاوقات، تاثر على الابل باللون، وخاصه اللون الحمر والشقح الوان متداخله. لكن اللي ما يعرف لون ابله صراحه يجي في مهرجان الملك عبد العزيز مو عارف ناقته، مو بعارف ناقته شقحه او حمراء، مغلطانيه يمكن احيانا مغلطانيه يحق له ما يحق له ال10%، والله يوفقهم. لكن انه اذا لازم انه يعني لازم انه يعرف ناقته قبل وربعه واللي حواليه، والله يوفقهم جميعا. الف شكر يا ابو فهد، والشكر لكم مشاهدينا الكرام وكذلك للزملاء المحللين والزميل سلمان وعبد الله، ونشوفكم ان شاء الله بكره مع زملاء آخرين في أمان الله. والملك سلمان خيره شمل حتى الدواب، وجه بدع مال بل دبدب العز ودباب. يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب، يا الأصيل اللي على منهج أجداده. شمال حتى الدواب، وجه ابن عمال ابن دبدب العز ودباب. يا ولي العهد مشكور يا من الشباب، يا الاصل اللي على منهج اجداده وباب. حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب، مجدكم مبني وحده مثل حد الشباب. الفخر في مهرجان المؤسس للركاب، والشرف واضح لجمعات نشام مغبا. في منصب احت الملك صاحب المجد المهاب، عز يا راس يشرف وفخر ما كبا. والمزايا الحنان منافس الجرد الرقاب، والنشام كل واحد من الطواه يبا. والبل البل تنقل القمة وتشيل الذهب، الوفا مع هذاك والهفا مع هذا. شانها فوق السحايب وهي فوق التراب، عزها وح قبل قصة سليمان وسبا. فوقها شال النبي وابتدى الدين الصواب، صابره في القضوة تعيش والأرض شهبا. كان ربي حطها
الملك سلمان خير شمل حتى الدواب وجه ابداع مال بالدبدب العز ودباب يا ولي العهد مشكور يا امير الشباب يا الاصيل اللي على منهج اجداده رضا والملك سلمان خير شمل حتى حساب مجدكم مبني وحدة مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعة نشامة مغضب في مصافحة الملك صاحب المجد المهرجان